بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بارك الله بسم سبحانه الله وتعالى. الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري. فصل في توابع لما سبق. فصل في توابع لما سبق. في توابع لما سبق. تابع ماذا قلنا؟ يندب التكبير بغروب الشمس ليلتي العيد. شوي جزنا رمضان وقربانه. تكبيران نبدا هول دي شوي جزني الشامل لعيد الفطر وعيد النحر شوي جزني رمضان وقربانه تكبيران نبدا لچند في المنازل لماري والطرق للرجال والمساجد لمسجدات والاسواق لبازاره برفع الصوت بدنك تشبرس لغير امرأة وخنثى جنبي خنساش نبي بحضرة غير نعي محرمين بحضرة غير نعي محرمين أو امرأة أو خنساش غير محرمي لك النبي غير محرمي لك النبي نبي دنجي خبرسك محرمي دي وقيناك خيديني محرمي لماري 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 خو مزارة مالية دي شنو فيها كل زاني سنة لقوله تعالى ولتكملوا العدة رمضان بالرجب أي عدة الصوم ولتكبروا الله على ما هداكم أي عند إكمالها وش رمضان إش خلاصه شو يجزنا تكبيرا ليبدا على ما هداكم على ما هداكم إش عليك أو مفعول له على ما هداكم أي لأجل هدايته إياكم يا باش هو الا رمضان ادي قربان وقيس به الاضحى جزني قربان ايش قياس لس جزني رمضان يا در بالنسبة للمرسل اما المقيد فثبت بالسنة اي مقيد مقيد بعد الصلوات لانه مقيد او لو قري لانه مرسل اي لو قري بقياس لس رمضان بس اي مقيد بعد الصلوات هو حديث لس ويسمى هذا التكبير التكبير ويسمى هذا التكبير المرسل والمطلقة هنا تكبير مرسل ومطلقة لو لأنه لا يتقيد بصلاة ولا بغيرها نار باش نشا لو قول لخم زار لو قول القرآن ناخذين يا لا ربكما تكذبان الله أكبر الله سنو ششني ويسن تأخيره عن أذكارها وباشا ذكر تسبيحات بكي أزد أزمة تكبيرا بكي بخلاف المقيد الآتي أي مقيد على سلام الدعوة اسمه والأزهر أول مغرب راد منه أو تكبيرا إدامته حتى يعلم الإمام بصلاة العيد حتى إمام دل الله أكبر لنوجه جزني عند خلاص خلاص تكبير تكبيري مرسل خلاص ها المغرب تابعته حتى نجي جزني المغرب امام داري الله اكبر نجي جزني سبيني المغرب حتى نجي جزني سبيني احنا كيف تكفي هاي المغرب المغربي هذه نقول بغروب الشمس بغروب حتى يعلم الامام بصلاه العيد اذ التكبير لكونه شعار الوقت او لا ما يشتغل به تمشي لها مشتان خير تر تكبير اليدانا بشوي جزني أما من صلى منفردا هذه قبتنا نمشي ذكر فالعبرة بإحرام نفسه كان جيني بتنا داك بس على نمشي جشني هن جيني تكبير خلاص ده تكبير مرسل ورد في حديث في سنده متروكاني لوكسي تدا متروك من حديث اللي ورناجني يعني حديث كذا كان صحيح ذاك ضعيف أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر في عيد الفطر من عين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى هر لواري هدالة مصلى ما رجع للروح مزقبتي لواري هدالة مزقبتي هر أون ده بس دقيقة هو ضعيف هو حديث ولا يكبر الحاج ليلة الأضحى شوي جزني قرباني حازي با تكبيرا لندى لبيك لبدا خلافا للقفاري بل يلبي لبيك بري اي لان التلبيه هي شعاره الاليق به لبيك له باشرا هذه معتمر والمعتمر يلبي الى ان يشرع في الطواف او احرام بعمره بسيط حتى تثبت طواف اذا كان لبيك
لبيك اللي دعوة شدسي بتوافي كده زلوي هو ذكر خويه ولا يسن ليلة الفطر عقب الصلوات في الأصحي للشوي ججن رمضان باش من جكان كذا كتكبير مقيد سنة دنيا إذ لم ينخل نجر درايتي ولا حزرتي وخيل يستحب خيدر خيرة وصحوا في الأذكار إمامنا في الأذكار صحيحة عقب الصلوات كم صلوات فقد من عشاء من جواز بكار نجع عشاء مغرب وعشاء صلوات قد زمحة قال الزمحين ساعة وقيل يستحب قيل المستحبة وصعوا في الأذكار إمام نووي فرمتي الأذكار دري لم يجي جنر رمضان شباش من جكان تكبيرا لبدن خيرا وأطال غيره في الانتصار له غير إمام نووي زور قصة على سكريا وتتان أقصى تواه وأنه المنقول المنصوص منقولة ومنصوصة ولنص إمام الشافعي كسنة يعني سنة بوسنة ويكبر الحاج الذي بميناء وغيرها كما يأتي هذه حاجة كان كنجي الله أكبر لددن أوان من زهر النحر لن يجي من زهر النحر لن يراني را لن يجي جزني قرباني لن يراني را دزب تكبير عندك لو سنشي تازي حرام ينخلاص لتشتان إحرام خلاص دبين يكمن نجلوان نجي نوروها لأنها أول صلاة تلقاه بعد تحلله باعتبار وقته الأفضل تحلل وقت أفضل كي تسيوه اللحى تشتان قاهو أو محلي أو محلي إستاكا أو تحلله بكي سيخد قار قاسي دلش خد دبكي هو لا مكاتا چي باشترا روشي جيجنا أو زي يكمن نشكن جيا نجي نورانيا لن يجي نوران الرا با الله أكبر ليبدا وقضيته أو زي أقصى ودا قيني هذا قيني داري لن يوران الرا أو هما نقول نما نقول لا يحرام شكان الرا وقضيته أنه لو قدمه على الصبحي أدي أقر تحلل كيلة بيش من جس بينك بيش بيانيان دبي أو أخره عن الزهري يعني فاش نوراني تحلل كرد لم يعتبر ذلك لم يعتبر ذلك اعتبار بويناكري بولا تقديم وتأخيري هني ورانا هني ورانا وهو متزه سكش متزه إيه معناته جمد التحلل كبيش بياني أنا يعني باش نوراني هل أني وراني رأى الله أكبر خلافا لمن أناته بوجود التحلل ولو قبل الفجر خلاف له عالمي دريعته حقا لن يران النبي تماشاك كان جيت الشيخوي دوكر دوابا الله أكبر اليدا ما فيش بعد يعني شبي إذ يلزمه أنا طويل أنا بستيتيو با أو ها أنا طويل أنا بستيتيو با أو كم بارتي كدوا إذ يلزمه تأخره بتأخر التحلل عن الزهري إذا خلافا لمن أناته بوجود التحلل ولو قبل الفجر خلاف له أو عالمي بجيوي مكة دري بري اعتبار بتحللية أقا بجيوي مكة يأدي أقا التحلل باش نوراني بو إذ يلزمه تأخره بتأخر التحلل عن الزهري وإن مضت أيام التشريق أدي أقا تصار رجلك خلاص بو تحللي نكر حتى الرجل بينزم أو تحللي كر دبي أنجي الله أكبر إذا بقصي قيلي وهو بعيد من كلامهم وأنه لو صلى إيه قبل الظهر إيه وأنه لو صلى عطف الأسار لو قدمه وقضيته قضية أو كوتمان نورانيا أتبجي نورانيا كحق التحلل للنبي أنه لو صلى قبل الظهر نفلا أو فرضا إيش نيجي نوراني نفلا يان فرضا كده أكل كبرة الله أكبر اللي يبدأ سنشي أوش هر عايدين نيجي نورانيا ما دام تحلل لتكلية إلا أن يقال إلا أقبرم غيرها تابع لها في ذلك فلم يتقدم عليها أو نفل أو نجي بيج نوراني هر تابع نوراني ما دام الله أكبر لبيج نوراني لماذا حتى نجي نوراني دقي
أو لكن جرا لمغرب را دسمان فيك فاج مغرب را الله أكبر ما ليدا أو جيجني قربان ويا ويختم جيجني رمضان زو خلاص ويختم بسبع آخر أيام التشريق لأنه يجلس بين الله أكبر ليدا خلاص آخر أيام التشريق آخر روش وإن فر قبله بال بناء بروار روج بيشتريش روجة بيشتر وإن نفر وإن غاية وإن نفر قبله وإن نفر قبله بعد نفر بكان لبيش عنيش نفر أول من هذا الروي بخوي سير روجة فاشي جزني روجية كم دوام سيم أرسك من أوايا رزم الشيطانية رزم الشيطانية بران درستا ومن تعزل منكم في يومين فلا إثم عليه أو لدو روجة الأقرم يبكى روجة دوام بروي درستا هو دين نفر أو حتى سير روجان أتو تكبيري ليدا ولو لدو كي نفري بكي بروي لميناي إيش تانيش تكبيري علي عقل لنا فري نبي ويختم بسبع آخر أيام التشريق وإن فر قبله أو لم يكن بها أصلا يعني هل من نبي نبي وذا من خوش الناس يتميناي كما اقتلاه إطلاقه ولا ينافيه قولهم منافق سيمانيك قوتمان لسبيني حتى نجي سبيني دميني سير قولهم لأنها آخر صلاة يصلونها بمنى دلين لن يجي سبيني بصة سنجي نجي سبيني آخر نجي لمنى بوق سيرا دبي أو الله أكبر على قيدة منى أبي أقر كابرا نفري كل روجي بيشتر دبي الله أكبر نميني حتى الآن ده ما نقول على قيد قلنا فرينيا بس أقصي وده قيني على قيد قل مناها بي أقعد نفرد كل مناها رويشتي الله أكبر نميني لهم ولا يناب هذا ما يدين يقول توانا قهلا مناج نبي الله أكبر هذا مني هذه لولا قصي شدرين والله أوا أقل نجس بيني آخر نجل مناها ولا يناب إيه قولهم لأنها آخر صلاة يصلونها بمنا له لأنه باعتبار الأفضل له أفضل كأوها نفرنك أخرك من البقاء بها إلى النفر الثاني بمنن حتى نفر دوم كذا كروج السيم وباشا تروج السيم بمنن وتأخير الزهري إلى المحسب نجي نورانج لمحسب يبقى المحسب قيسك لمنايا هير ودي اجتنا قي ومكي لبين مكي ولبين منايا أو حازي كان أو هانك أو هانك لبعض نجي المغرب الراحتا نجي سبين آخر أيام التشريقين تكبيرا نبدأ هذه عالمي دي وغيره أي الحازي كهو فيما ذكر حازي وغير حازي وش يقدينا من التكبير من زهر النحري حازي كان من زهر النحري لنوران الراليدا إلى سبع آخر أيام التشريق يعني الله أكبر قربان لن يردس فيك با او ها او حتى الان او حتى الان او هم نقول يا حتى الان او هم نخوين يا في الازهر تبعا له من زهر النحر الى سبع اخر ايام التشريق في الازهر تبعا له طبعا له حاجه ايه وفي قوله قولك دري يكبر غير الحاز هذا حازي نبي من مغرب ليلة النحر لمغرب الراء كعيد الفطر هل مغرب الراء تسبيك نقلني وراني وفي قول يكبر من عين فعل سبع يوم عرفة هل عرفات الراء لسبين الراء تسبيك ويختم أو قول قوتي لمغرب الراء تسبيك يك قوتي لسبين عرفات الراء تسبيك هذه أخيرة كي كنجيها ويختم على القولين بعصري أي بالتكبير عقب فعل عصر آخر أيام التشريق حتى نجي عصر آخر أيام التشريق أو شقيق والعمل على هذا عمل لسن ألقي للدوائية في الأعسار للزمان تبروني سنصار بيشي مشهر وبوا إمام نوي ودفرمي والأمساري لعم شاركاني مسلمانا هل وذكا للخبر الصحيح فيه حديث الشدة الحق هاتيا على ما قاله الحاكم حاكم لمستدرشي دري عن علي وعمار رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر من يوم عرفة صلاة الغداة ويقطعها صلاة العصر آخر أيام التشريق تمام وتبعه تلميذ والإمام البيهقي
إمامي بيهقش تلميذي حاكمي أويش تبعيتي كدية لشندرة في خلافياته لخلافيات ديال كتب بيهقيا بلام لكنه ضعفه في غيرها لغير خلافياتي تضعيف كدية تضعيف كدية دري أو حديثها ضعيفة ضعيفة وبتسليمه لفرز زعيف شبي هو حجة في ذلك وفضائل الأعمال عمل فيبكى ومن ثم اختاره المصنف في المجموع وغيره إمامي ولا مجموع ولا غيره وش قلت أو قولهم في تساقع وفي الأذكار لأذكار إمامي نويدري أنه الأصح وفي الرولة لرضي إمامي نويدري أنه الأزهر عند المحققين كوابي السلم أو عملي فيبك أو قولي أخذك همو أو لسبيني لسبيني على فراه حتى آخر أيام التشريع تعصر ثم رأيت الذهبية عصري آخر أيام تعصري ثم رأيت الذهبية في تلخيص المستدرجي سيقوتيا أشار إلى أنه شديد ضعف وديتي أو حديث زور زحيفة وعبارته أو قصة ذهبية خبر واه كأنه موضوع هل كأنه موضوع ثم بيّن ذلك بيان شكل يزهبي ومرة أوش من بيشوغو أن ما هو كذلك ليس بحجة ولا في الفضائل هذه خبري ضعيف أجر زور ضعيف بو لو فضائل إيش وكان لا سيديها والبرواج كده ضعيف كده بس هو كإمام النووي هاي اللي كده أجر يا عرفه كي مريوه لجيجني الراخ ولجيجني الراس سنته إشكال لجيجني لا عرفاتي روج عرفه أبي ديك لجيجني الراخ لبيش أقودي سنته والأزهر أنه يكبر في هذه الأيام لو سيصار روجي صار روجا سيروج باججني روجي جيجني شا تكبيرا لبدا للفائتة أقول نجد جراوة إقلاع المفروضة أو النافلة فيها أو النافلة أو نجانة سوبن كم جي سوبن فيها أو في غيرها سلا لو سيسار روجي سوبي يعني أو قضاء قديم بجريوة والمنذورة المنذورة بي والراتبة والنافلة النافلة شراتبة تعميم بعد تخصيص سواء راتبة إلا بقبل وبعد إذن نافلة بها مسلمة الشدر سواء ذات السبب ككسوف واستسقاء أي وغيرها كالضحى والعيد ونحوهما والنافلة المطلقة لدو حموان الله أكبر لدو وقيده شارع بالمطلقة وتيتي نافلة لدو نافلة مطلق لدو الضحى عيد آن لمدى ثم أورد عليه أي نحو ذات السبب والضحى شارعة وتيتي والنافلة إمام النووي دقى النافلة مطلقة لدى حرب أخوة احتلازي لي قلت قلتي هذه هي صاحب السبب يوش كسوب هذه الضحى أو التقبيل وانسيا وليس بحسن أو إيش شباجني مادم نافلة تقييد مكبة مطلقة بل النافلة سمطلق بي سمقيد بي سزات السبب أبسي أبي وش من بري باشترا لو تقييد إذا كيبا نافلة مطلق أبسي احتلازي لي وكذا صلاة الجنازة صلاة الجنازة أويش نائب أويش دائمي قربان أي فيكبر عقبها أويش دائمي قاسم أي فيكبر عقبها والأزهر أنه يكبر في هذه الأيام للفائتة والراتبة والنافلة وكذا صلاة الجنازة صلاة الجنازة ويلوش تكبير ذكا لو لأنه شعار الوقت سنش شعار وقتها وتكبيرها صلاة الجنازة لوقت كي لكي لو سيصار روشيا ما دم تكبيري ليدا ومن ثم لبرازلي هندي ما دم شعاري وقتها لم يكبر اتفاقا
لفائتها. أجل أتلوس صار رجل نجك سوان سوان إذا قلاه خارجها. أجل باش أيام التشريق قلاه كيوا نائب. تلقي شعاري وقتها وقتكش نما. كما أفهمه قوله في هذه الأيام. هذه نقول في هذه الأيام ولم يفد بطول الزمن. ومن ثم لم يفد بطول الزمن. أجل الزمان زورج بس بري بروا أب يعني أنه لو نسي التكبيرة عقب الصلاة وتذكر كبر وإن طار الفصل لأنه شعار للأيام لا تتمة للصلاة. وبه فارق فوت الإجابة بطوله. أدي بانج بانج أجي بانج درا بينك بيتشو بان جواب النداوة أو تكسو أو تكسو لوم لأنها للأذان ولا بأذان يقول وأخذ كي نبقى. وبالطول انقطع نسبتها عنه. وهذان الزمني أو إيمان بالزمني يدرنج بقيدين فيسن بعد الصلاة وإن قال في البيان ما دامت أيام التشريق باقية. ما دام أيام التشريق ما بي أيام التشريق نما هم عادي دروا. أما قلت وانا صلاة الجنازة تكبيري ليدا لا سجدة تلاوة بلا سجدة تلاوة ناوي أو شكر شنشوان وجنين على الأوزهي وفاقا للمحامل وآخرين لأنهما ليستا بصلاة أصلع بخلاف ما على الجنازة بس نجي جنازة نجرة فإنه يسمى صلاة لأن الصلاة هر أود دين الصلاة الجنازة إضافة تدايا لكن مقيدة. والخلاف أو اختلافي كدري لدو سجد تلاوة لمدو هندك درن لدو لدو شكر درن لمدو هندك درن لدو أو اختلاف كنسيا في تكبير يرفع به صوته ويزعله شعار الوقت أو الله أكبر جيجني وش أوها بدن قشي بردري الله أكبر الله أكبر الله أكبر أو يداخل السنة يا سنة النية. أما لو استغرق عمره بالتكبير قد يقول مضي عمري قد هل الله أكبر لدخول بدي فلا منع وإذ منعني هو الله أكبر شيء ذكري خواه صلى الله على سيدنا الله عليه وسلم.